السلام عليكم، كيفكم جايز؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم فكرة الفيديو مثل ما قريته في العنوان، 3 افكار بسيطة لتصوير المنتجات. اليوم راح نصور معاكم 3 منتجات مختلفة، اوكي؟ والثلاثة هذه راح احط لها فكرة بسيطة جدا، كل واحدة كل فكرة اسهل من اللي قبل، اوكي؟ الأول منتج حصوره العطر هذا، طبعا لأن عندي منه 2، فقلت هذا راح أضيفه في الباك جراوند. ترى عادي، يعني عادي أصوره لحاله بدون الباكج حقه. المهم، وراح أستخدم الورق، عادي تاخذون أي لون، أبيض، تلين، ما هي مشكلة، بس أنا كتغيير حبيت ان اعطي خلفية زرقاء، وراح استخدم نفس الفلين الابيض والوردات الصناعية للتزيين. بس هذه الفكرة الاولى راح نزينها، نرتبها معاكم، وراح نبدأ نصور واوريكم النتيجة. بعدين راح ندخل بالمنتج اللي بعده. تقريبا كذا احسه ممتاز حلو، راح اصوره من هالجهة. طبعا ما حتكون واضحة مرة الخلفية، فراح التركيز كله راح يكون على هذا العطر. يلا نبدأ نصور واوريكم النتيجة. هنا طبعا راح استخدم التو سوفت بوكس اللي سويناه بفيديو السابق، اللي حاب يشوف طريقة تركيبه يروح يشاهد أو يتابع الفيديو اللي راح. راح أحط من الجهتين السوفت بوكس، تكون الصورة واضحة وإضاءتها مرة تكون كويسة. راح اوريكم الحين النتيجة، فان شاء الله تعجبكم. المنتج الثاني راح يكون تصوير ساعة. هنا نحتاج قماش ولابتوب وبس. خلونا نرتب واوريكم الفكرة شلون هي، بعدين نصور ونوريكم النتيجة. ليش حطيت اللابتوب؟ لأني أنا أحتاج يكون في إضاءة غير، يعني لون ثاني على هالجهة، أوكي؟ كتبت في اليوتيوب انتقالات ألوان واخترت اللون اللي مناسب. تقريبا هالجزئية اللي راح أصوره، أنتوا شايفين اللون الأزرق هذه بالضبط، هذه الفكرة اللي أنا أبغاها، وهنا في إضاءة. راح نبدأ نصور الحين، ولما لما تشوفوا الصورة راح تفهموا الفكرة بالضبط. المنتج الثالث والأخير راح أصور هالخاتم. كل اللي نحتاجه نفس الشيء اللابتوب، نفس الوضعية، تقدرون تغيرون الألوان، وهذا مراية. أنا ما عندي إلا ذا، حجمه صغير، كنت حابة يكون أكبر من كذا، بس ما عندي مشكلة حصور فيه. راح أحط المنتج بكل بساطة. أبي الانعكاس، انتو شايفين شلون، وراح اصور المنتج بس، يعني يكون مرة قريب، وخلونا نشوف النتيجة. وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله الفكرة كانت واضحة ومرة بسيطة،
واكتبوا لي تحت كيف شفتوا نتائج التصوير، وترى حاولت قد ما اقدر اني اخذ كل شيء موجود بالبيت، ما طلعت برا واشتريت حاجة، كل الاشياء اللي بالبيت جمعتهم وكونت فكرة. اكيد انتوا حتلاقوا الافضل وحتطلعوا افكار افضل. اذا صورتوا منتجات ارسلوا لي على حساباتي في الانستغرام والتويتر، الروابط راح تلقونها تحت في صندوق الوصف. سووا لي اشتراك، سووا شير لاي شخص حاب يتعلم التصوير، وسووا لي لايك، ولا تحرموني من تعليقاتكم الحلوة، واشوفكم بالفيديو الجاي. Fall asleep.